السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. اليوم عندنا اختبار تدبري. سوينا اختبار تدبري بالصفحة رقم 1 اللي هي طبعا سورة الفاتحة، وسوينا اختبار تدبر لصفحة رقم 2 اللي بداية سورة البقرة أول 5 آيات. واليوم راح يكون عندنا اختبار دسم بإذن الله عز وجل في الصفحة رقم 3 إن شاء الله تعالى. وهذه الصفحة دسمة جدا، والاختبار عبارة عن سؤال وجواب بإذن الله عز وجل. وسبحان الله العظيم، يعني لو تلاحظون أكثر الاختبارات اللي سويناها في رمضان وبعد رمضان، سواء في القرآن الكريم في الأجزاء أو الاختبار التدبري، يكون مع بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا متفوقات في هذا المجال. سبحان الله العظيم، قليل جدا مشاركات الرجال، سبحان الله العظيم. وأنا أوجه لهم من هذا المكان إلى إخوان الرجال أنه شوية لحلحوا نفسكم، الله يبارك فيكم، الله تعالى يرضى عنكم. لحظات ونبدأ الاختبار إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنتي، وعليكم السلام. الله تعالى يرضى وعليكم عنك. السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت يقطع، الله يبارك فيكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، بعد الصوت بعد ليس واضح كثير، الله يبارك فيكي بنتي، الله يكرمك. بس رابطة طيب سماعة، معلش. رابطة مايك، شنو؟ لحظة. الآن زين؟ ما أعرف والله، خلي أول مرة عرفينا بنفسك وكم تحفظين من القرآن، نعم، الله يبارك فيك. أنا اسمي سارة من محافظة الأنبار، أحفظ نصف القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته في قلوبنا ويرزقنا العمل به. الصوت ليس واضحا، الله تعالى يرضى عنك بنتي. طيب شيخنا لحظات بس أغير الهاتف، يعني حتى أصل من هاتف آخر. يلا ماشي. طيب ننتظر، انا اريد يكون، انا طبعا انا وقفت التعليقات، الله يبارك فيكم، وانا ما ظهرت لانه ما اقدر انظر الى الموبايل او الى اللاب، يأثر على عيني. والتعليقات انا وقفتها لان ما بي حيل، لا ارى التعليقات ولا اشوف التعليقات، ولا هذا دخل لي يعلق ما اعرف ايش، ولا عندي خلق لا للحظر ولا للكتم. اختبار تدبري في صفحة رقم 3، الصفحة اللي تبدأ إن الذين كفروا. اللي يحب يفهم واللي يحب يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى أهلا وسهلا ومرحبا، واللي ما يحب بكيفه، هو هذا البث ما جبر على أحد. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. لا إله إلا الله، نعاني من المشكلة في ال... السلام عليكم، عندنا مشكلة بالاتصال أمي، الله تعالى يرضى عنك.
شيخنا الآن واضح؟ يعني أنا بالنسبة لي إن شاء الله يكون واضح، أيضا للمتابعين يكون إن شاء يسمعون الله. جيدا. كيف تحضيراتك للاختبار اليوم؟ إيش سويتي حتى حضرتي؟ والله تقريبا أسبوع يعني كامل شاهدت الحلقات، واستخرجنا يعني الملخص يعني مال الحلقة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الرحمن. تابعت الاختبار التدبري اللي صفحة رقم 1 و2؟ نعم شيخنا، ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت يعني اختبارات جميلة جدا. وعلى هذا الأساس أنا راح أسأل، والسؤال طبعا من اللي تابع الحلقة راح يعرف الجواب. وأنا قلت بأنه احنا سويناها هالشكل، أسئلة وأجوبة حتى نسهل على الناس أن يفهموا ويتدبروا كلام الله سبحانه وتعالى بطريقة بسيطة إن شاء الله تعالى. طيب نبدأ على بركة الله. أمي الله تعالى يرضى عنك. نعم شيخنا. السؤال الأول، لماذا كان رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شديد الحرص على إيمان سادة قريش؟ نعم شيخنا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس، وكان شديد الحرص على إيمان سادة قريش، لأن إيمان هؤلاء السادة كان يعني إيمان قريش، لأن هؤلاء السادة هم الذين كانوا يمنعون كثير من الناس من الدخول في الإسلام، وإذا آمنت قريش فستؤمن الجزيرة العربية، لأن قريش كانت تمنع القبائل من الدخول في الإسلام. ليش كانت تمنع قريش دخول القبائل في الإسلام بنتي؟ نعم شيخنا، لأنه كانت لها القيادة الدينية في الجزيرة العربية، وكما أنها كانت من أقوى 5 قبائل في الجزيرة، ولذلك بعد فتح مكة دخلت الجزيرة العربية في الإسلام، كما في قوله تعالى في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زين، كان هنالك عتاب، يعني على ماذا كان يعاتب الله عز وجل الرسول الكريم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وهل هذا العتاب كان له أم عليه؟ نعم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الحزن والأسف بسبب عدم إيمان هؤلاء الناس، فكان الله تعالى يعاتبه على هذا الحزن والأسف، فكان يقول في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي يعني قاتل نفسك من شدة الحزن بسبب عدم إيمان هؤلاء. وفي سورة عبس: وما عليك ألا يزكى، يعني ليس مطلوبا منك أن يؤمنوا. ولذلك سورة عبس كان فيها عتابا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عبس في وجه عبد الله ابن أم مكتوم، مع أنه كان أعمى ولا يرى عبوسه، ولكن كان فيها عتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في سورة الشورى يقول تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، أي ليس عليك إلا القيام بواجبك في الإبلاغ، أما الهداية فهي ليس مطلوبا منك، بل هو أمر بيد الله تعالى. طبعا هذا هو ما كان عتابا له، وإنما العفو، كان هذا عتابا له وليس عتابا عليه. وذكرت مثال شيخنا في الحلقة، مثلا أم ترى ابنها مجتهدا في المذاكرة وتقول له: ستقتل نفسك، قم فنم. فهذا يعني عتاب له وليس عتابا عليه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الرحمن. بس شوي أريد تهدئي من روعك، الله تعالى يرضى عنك، وتهدئي بالجواب حتى يسمعوا زين المتابعين. الأم اللي تشوف ابنها يعني من الصبح إلى الليل قاعد يذاكر ويدرس ويذاكر ويدرس، ترأف بحاله تقول له: يا ابني شوية ارحم حالك، شوية نام، شوية كذا، ارتاح شوية. فهي الآن لما تعاتب ابنها يعني له وليس عليه، رأفة به، سبحان الله. طيب في هذه الآية اذكري لي إياها أنت،
يسلي الحق سبحانه وتعالى رسوله الكريم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما هي هذه الآية؟ نعم، الآية هي: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. شلون؟ يعني أن هناك صنف، نعم، اي نعم. يعني هناك صنف من الكفار لن يؤمنوا، وسبق في علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا، ولذلك فعدم إيمانهم ليس بسبب تقصير من كفر الإنذار أو الإبلاغ. ولذلك فعدم إيمانهم ليس بسبب تقصير منك في الإنذار أو الإبلاغ، حاشا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اشرحي بنتي أصل كلمة الكفر، وما معنى إن الذين كفروا؟ أصل كلمة الكفر في كلام العرب هي الستر والتغطية، وكانت العرب تقول: متكفر متكفر بسلاحه، أي يعني السلاح يغطي كل بدنه، ولذلك من أسماء الليل الكافر، لأنه يغطي كل شيء بسواده، ومن أسماء البحر الكافر، لأنه يستر عوالم كثيرة تحته، وأيضا من أسماء الزارع أو الفلاح الكافر، لأنه يغطي الحبة ويستره في الأرض. ومنه قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالكفار هنا يعني الزراع، لأنهم يغطون البذر، والمعنى أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطار، ثم لا يلبث أن يصير هشيما كأن لم يكن شيئا. طبعا الكافر من الأرض هو المكان البعيد عن الناس فلا يراه أحد، فمعنى إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه. إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه. طيب شلون كلمة الكفر هذه كلمة الكفر دليل وحدها دليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ شلون؟ فهميني بس بهدوء بهدوء نعم، بهدوء بنتي بهدوء. أنت ما خليتي شيء بالحلقة وما كتبتي، بهدوء بهدوء حتى أسمع أنا ومتابعين يسمعون. زين، نعم، أنا ذكرت هذا في الحلقة وقلت أنه سبحان الله كلمة الكفر وحدها دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. شلون؟ لأن الكفر بالله معناه ستر وجود الله، وطبعا لا يستر إلا شيء موجود بالفعل. وذكرت ملاحظة في الحلقة شيخنا، مثلا عندما نقول ستر وجود الله، المقصود بذلك ستر وجود الله في قلب الكافر وليس على الحقيقة. نعم، هو معناها ستر وجود الله، ولا يستر إلا شيء موجود بالفعل. سبحان الله العظيم، ستر وجود الله في قلب الكافر وليس على الحقيقة، لا يمكن هذا أن يحدث على الحقيقة، لكنه في قلب الكافر غطوا الحق وستروه. زين، سواء عليهم شنو معناها؟ هي سواء عليهم من الاستواء، يعني فالشيء المستوي، يعني جهة اليمنى مثل اليسرى، كما نقول خط الاستواء، وهو خط وهمي يفصل الكرة الأرضية إلى قسمين متساويين. إذا سواء عليهم أي متساوي لديهم، يعني الإنذار وعدم الإنذار متساوي لديهم، يعني سواء أنذرهم أو لم ينذرهم. مثل قوله تعالى في سورة الأعراف: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. سبحان الله، نقرأ هذه الآية في سورة الأعراف بعض منا ويمر عليها مرور الكرام. سبحان الله العظيم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. سبحان الله، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. زين، قال سواء عليهم ولم يقل سواء عليك، شو نفهم من هذه؟ لأنه لو قال سواء عليك فهذا يعني أن الأمر متساو بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء أنذرهم أم لم ينذرهم، وطبعا هذا غير صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم بإنذاره لهم يحوز ثواب الإنذار والإبلاغ والدعوة،
أما الإنذار فمتساو عندهم هم، ولذلك في موضع آخر يخاطب الله عبدة الأصنام ويقول: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني الأمر متساو عندكم، أنتم أدعوتم هذه الأصنام أم لم تدعوها. طيب، لحظات، الله تعالى يرضى عنكم وأرجع إليكم، بس أشرب مي وأجيكم. الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا بكم أحبتي الأكارم من جديد، وكتبت التعليقات لأنه طبعا أنا ما طلعت صورتي لأنه ما أقدر أنظر إلى الموبايل، وكتبت التعليقات لأنه ما أقدر أقرأ التعليقات ولا أنظر إليها، وما لي خلق أنه يتخلي واحد ويعلق وهذا كتم وهذا حضر، وأريد يكون انتباه شديد مع هذا الاختبار بالسؤال والجواب. طيب بنتي سارة، الله تعالى يرضى عنك، قال تعالى: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. شنو معنى الإنذار هنا، وشنو الفرق بين الإنذار؟ اسمعيني زين، اسمعيني، وحكيته بالحلقة، حكيته بالحلقة هذا كلش يعني، وركزت عليه أنا. شنو الفرق بين الإنذار والإشعار والإعلام؟ انتبهي، بارك الله فيكي، يلا. نعم شيخنا، الإنذار إعلام مقرون بتخويف، طبعا بشرط أن توجد فترة بين الإنذار وبين وقوع الأمر المخوف، فإذا لم تكن هنالك فترة فيطلق عليه إشعار. دقيقة بس، وذكرت أمثلة. دقيقة، قبل الأمثلة، نعم ذكرت أمثلة، بس خلينا يا جماعة الخير، الإنذار إعلام مقرون بتخويف، بشرط، انتبهوا، بشرط أن توجد فترة بين الإنذار وبين وقوع الأمر المخوف، فإذا لم تكن هنالك فترة فيطلق عليه إشعار. نعم الأمثلة يا سارة. نعم شيخنا، ذكرت مثال إذا كان هناك شخص يريد أن يدخل في شارع وقلت له: في هذا الشارع أجلكم الله يوجد كلب مسعور، فأنت هنا أنذرته. أما إذا كان شخص مريض وأخبره الطبيب أنه مريض فهذا إشعار، وإذا كان إعلام بشيء مطلقا بدون مخوف فهو هنا يعتبر إعلام، مثل شخص أخبر آخر أنه سيأتي لزيارته غدا. أيوة، إذا يا جماعة الخير، أنذرتهم هنالك يعني إعلام، وهذا الإعلام مقرون بتخويف، بارك الله فيكم، وأيضا توجد فترة بين الإنذار وبين وقوع الأمر المخوف. طيب، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، فلماذا تحدثت الآية عن الإنذار ولم تتحدث عن البشارة؟ لم تقل الآية مثلا: سواء عليهم أبشرتهم أم لم تبشرهم، أو مثلا سواء عليهم أأنذرتهم وبشرتهم أم لم تنذرهم وتبشرهم لا يؤمنون. ليش؟ نعم شيخنا، لأن في قاعدة تقول: دفع الضر أهم من جلب المنفعة، فإذا كان الإنذار لا يعني لا يجدي شيء فمن باب أولى أن البشارة لا تنفع. هنالك قاعدة أحبتي في الله، أنه دفع الضر أهم من جلب المنفعة، فإذا هذا الإنذار لا يجدي، من باب أولى، من باب أولى أن البشارة لا تنفع. سبحان الله العظيم، الملحدين يقولون في هذه الآية: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب على الكافر منذ البداية دخول النار، فما ذنب هذا الكافر؟ ماذا نقول لهم هؤلاء بانتصار؟ نعم
نعم شيخنا، نقول لهم أن الآية الكريمة لا تقول أن الله قد جعل الكافر يدخل النار، ولكن الآية تقول أن الله تعالى قد علم أن هذا الكافر سيدخل النار. فأكو فرق بين يعلم الشيء أو أن يجعل الشيء. وذكرت مثال شيخنا في الحلقة، إذا كان هنالك معلم وعنده تلميذ خائف، يعني مستوى الدراسي مو زين، وقال أن هذا التلميذ سيرسب نهاية العام، وبالفعل تلميذ رسب في نهاية العام، فهل معنى هذا أن المعلم هو الذي قد جعل هذا التلميذ يرسب؟ لا أم أن هذا المعلم، أحسنت، أم أن هذا المعلم يعني على قدر خبرته وفراسته قد علم أن هذا التلميذ سيرسب؟ طبعا مع الفارق في القياس والتشبيه، الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه الذي أحاط بكل شيء أن هذا الشخص سيموت كافر، فليس معنى أن هذا قد حكم عليه بدخول النار. نعود الآن إلى المثال الأول ونقول لو حدث ونجح هذا التلميذ بالرغم أن المعلم قال أنه لن ينجح، فهذا يعني أن التلميذ كان يذاكر دون علم المعلم، يعني كان مثلا يدخل دروس خصوصية، أو أنه قبل الامتحانات النهائية اجتهد ونجح. هذا يحصل طبعا، هذا يحصل بنتي سارة، انه مثلا الطالب غائب ما مجتهد ما يشارك، علاماته زفت طول السنة، ويجي المعلم ويقول بانه هذا الطالب ما ينجح، ماكو فايدة من عنده، واذ بالطالب سبحان الله العظيم بالامتحانات النهائية جاب معدلات عالية جدا ونجح. نعم كملي. نعم، وطبعا هذا المعلم ما كان يعلم، نعم يعني ما صدقت توقعات المعلم، لأنه قد خفي عليه شيء، يعني ما كان يدري أنه هذا الطالب درس من غير ما يعرف. بس هذا لا يمكن أن يحدث مع الله عز وجل، نعم لأنه تعالى لا يخفى عليه شيء. نعم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكن هذا لا يحدث مع الله، لا يمكن أن يحدث مع الله سبحانه وتعالى أبدا. نعم قد يقول قائل بنتي سارة، إذا كان الله تعالى يعلم أن هنالك الكثير من البشر سيكون مصيره النار، فلماذا أدخلهم هذا الاختبار وهو أن يكون عنده عقل وإرادة وحرية اختيار؟ نعم شيخنا، نقول أن الإنسان هو الذي اختار أن يدخل هذا الاختبار، لأن الله سبحانه وتعالى عرض هذا الاختبار على جميع المخلوقات، ورفضت جميع المخلوقات هذا الاختبار. يقول تعالى في سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكانت الأمانة أن يكون للمخلوق عقل، إرادة، حرية اختيار، فإذا نجح في الاختبار سيكون أفضل مخلوق، طبعا يكون أفضل من الملائكة، ويكون جزاؤه الجنة. ولو فشل فسيكون أدنى مرتبة من الحيوان ومن الحشرة ومن جميع المخلوقات أجل من الله، ويكون جزاؤه النار. طبعا ورفضت جميع المخلوقات هذه الأمانة وأشفقن منها، بينما حملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا، لا إله إلا الله. زين إذا قال أحدهم أنا ما انعرض علي هذا الاختبار وما أعرف به، ماذا نقول له؟ نقول له بلى لقد عرض عليك وقبلته. طبعا كنا لا نتذكر، لأننا كنا في عالم الذر، ولكن هذا حدث لأن الله تعالى أخبر أنه حدث. وما دام أن الله فإذا أخبر أنه حدث فحدث قطعا نعم وإيمانا يقينا. زين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. سبحان الله العظيم، قاله الله، آمنا سلمنا أطعنا خضعنا. نعم كملي بنتي، بعد أنا قلت شيء نعم في هذا الموضوع بعد. إيه، فإذا مثلا إذا كان القرآن قد صدق في أكثر من 80% من الحقائق التي أثبتها العلم الحديث، طبعا كل يوم نسمع أمور معجزة، فلا بد أن نصدقه في 20% المتبقية من الغيب الذي أخبرنا الله تعالى عنها، الله. ومنه طبعا هذا. نعم إذا كان القرآن الكريم حدثنا وصدقت الحقائق في أكثر من 80%،
فلا بد أن نصدقه في 20% المتبقية التي هي في الغيب. وأول ما تبدي البقرة حتى نستعد، شوف هذا الكلام الآن الصفحة الثالثة التي جاءت بعد الذين يؤمنون بالغيب، استعدادا لما سيأتي معنا. احنا ما شفنا يا جماعة الخير، لكنه ما دام أن الله سبحانه وتعالى قال فنؤمن بها كأننا نراها، كما قال أحد السلف: لو كشف عني الغطاء ما ازددت يقينا. يا الله، ما ازددت يقينا لو رأيت كلها هذه أمامي، الجنة، النار، هذه الغيبيات، هذا عالم الذر، هذه الأمور، ما ازددت يقينا. لا إله إلا الله. طيب بنتي، راح أنتقل الآن إلى قول الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اذكري شنو علة عدم إيمانهم؟ وشنو معنى الختم؟ نعم، شيخنا، بين الله سبحانه وتعالى حيثية وسبب عدم إيمانهم، فقال في الآية التالية: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وكأن السامع يقول: لم لا يؤمنون، ولم سواء عليهم، طبعا ولم سواء عليهم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فيجيب الحق سبحانه وتعالى ويقول: العلة لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، يعني على أبصارهم غشاوة. وطبعا الختم هنا معناه التغطية على الشيء، يعني بحيث لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء. فمعنى ختم الله على قلوبهم عدم خروج الكفر من القلب ولا دخول الإيمان إلى القلب. عدم خروج الكفر من القلب ولا دخول الإيمان في القلب. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قد يقول زين، قد يقول قائل: شنو ذنب الكافر إذا كان الله قد ختم على قلبه؟ فإيش نرد عليه؟ إيش نقول له؟ نعم، نقول أن الله تعالى لم يقل وضع الكفر في قلبه. انتبهوا، الله يرضى عنكم، اسمعوا لي زين. أن الله تعالى لم يقل أنه وضع الكفر في قلبه. كم لي بنتي، شوف إيش كتبتي بعد من الحلقة، ما شاء الله عليك. لم يقل أنه وضع الكفر في قلبه، لكن الكفر وجحود الحق كان موجودا في قلبه ابتداء، ثم أصر على الكفر وتمادى في الباطل واستكبر عن اتباع الحق، فعاقبه الله تعالى بأن ختم على قلبه. طبعا هنا كانت دقة تعبير القرآن بالختم على القلب، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الكفر في قلبه، ولكن الكفر كان موجودا في القلب وأصر صاحبه على هذا الكفر، بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الهداية الفطرية وهداية العقل، وأرسل إليه رسول، وأنزل إليه كتاب معجز. مع كل هذا أصر هو على الكفر، فعاقبه الله تعالى بأن لا يخرج الكفر من قلبه ولا يدخل الإيمان فيه. ومثل قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومثل قوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فلا يؤمنون إلا قليلا. شيخنا، وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه. وطبعا هي النقطة في الشيء تخالف لونه، مثلا النقطة. يعني مثلا هدي هدي ثوب هدي أبيض. هدي بنتي بنتي، لا تستعجل، لا تستعجل. هدي 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 هدي، الله يرضى عنك. هدي هدي، أنا ما أعرف ليش تستعجلون، يعني قبل هذا الاختبار كان غنية أيضا وكانت تستعجل، ليش تستعجلين بنتي؟ الله يرضى عنك. هدي 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 هدي. أن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. طيب، النكتة هي النقطة في الشيء تخالف لونه. زين، كملي. أي مثلا يعني ثوب أبيض فيه نقطة سوداء، فهذه النقطة السوداء تخالف لونه، فإن تاب صقل قلبه، وإن زادت حتى تعلو قلبه. كذلك القرآن الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع
انت انقطع البث يعني من عندي، صار انقطاع من عندي لانه الموبايل صار حار جدا، ويقول لي لانه بلغت حرارته الذروة القصوى فاضطر الى غلق التطبيق. الله يبارك لي فيكم ويرضى عنكم. نعود فنكمل الاختبار ان شاء الله تعالى. الله تعالى يرضى عنكم، ما اعرف اذا تسمعوني او لا، ما هي المشكلة؟ انا هسه الان من اجي واسوي التعليقات، خلني اشوف التعليقات، راح اسمح بالتعليقات. تعالوا خلي نشوف حتى اسمع، تسمعون الصوت؟ الله يرضى عنكم. الله تعالى يرضى عنكم، عاد تسمعون الصوت بس اريد. تمام، الله يبارك فيكم. طيب بنتي سارة، احنا وقفنا عند النكتة السوداء. قلنا النكتة السوداء هي النقطة في الشيء تخالف لونه، فإن تاب نعم، فإن تاب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك هو ران الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا طبعا شيخنا هو أول معنى من معاني الختم، وهو بمعنى الطبع. هو هذا يا جماعة الخير، هذا ران، ران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا أول معنى من معاني الختم، وهو بمعنى الطبع. طيب هل هنالك معنى آخر للختم بنتي سارة الله يرضى عنك؟ نعم شيخنا، من معاني الختم الآخر مثلا لما نقول ختمت المصحف، فهو يعني الانتهاء من الشيء. فالختم يعني أن هذا الطبع شمل جميع القلب ولم يترك منه شيئا. شمل، سمعتم؟ شمل جميع القلب ولم يترك منه شيئا. شوفي هنا قال وعلى سمعهم، شنو معناها؟ وليش كرر على؟ على قلوبهم، على سمعهم. احنا من نقراها لازم نفهم، ما انه ترى بس مجرد انه هذه على زايدة وهذه على كان ممكن نشيلها، لانه انا من اقرأ القرآن اريد افهم كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، وعلى سمعهم يعني ختم على السمع، فلا يستمعون إلى الحق ولا يتأثرون بالقرآن، يعني ما يتأثرون بالقرآن إذا يتلى عليهم. ولم يقل تعالى ختم الله على قلوبهم وسمعهم، وإنما كرر على، وهذا التكرار هو لتأكيد الختم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. زين، ثم بعد ذلك قال غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة، ليش جاءت نكرة؟ نعم، كلمة غشاوة جاءت نكرة، لأن يعني الغشاوة التي على أعينهم لا تعدلها أي غشاوة، فتنكير غشاوة للتهويل. فالله سبحانه وتعالى يقول أن على أبصارهم غشاوة، فلا يرون الحق مع وضوحه كوضوح الشمس. وهذا هو حال أهل الباطل، عندما نتحدث إليهم نشعر كأن هنالك غشاوة على أبصارهم، مع أن الحق واضح وضوح الشمس، وهم مصرون على الباطل. سبحان الله. لماذا ساوى الله تعالى بين القلب والسمع فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وعندما تحدث عن البصر قال وعلى أبصارهم غشاوة؟ نعم شيخنا، لأن القلب يعقل من جميع الجهات، وكذلك السمع يسمع من شنو جميع القلب؟ الجهات. شنو القلب؟ شنو وفيه القلب؟ ما سمعت، ما اسمع زين. القلب يعقل من جميع الجهات، وكذلك السمع يسمع من جميع الجهات، وفي النور والظلمة، يعني احنا بالظلام نقدر نسمع، أما البصر فيدرك من جهة واحدة. فيناسب القلب والسمع الختم بحيث لا تفتح له أي جهة، أما البصر فيكفيه الغشاوة أي الغطاء، لأنه يدرك من جهة واحدة. نعم،
فيكفيه الغطاء البصر. أيضا هذه الآية قدم الله سبحانه وتعالى السمع على البصر، وتقريبا في كل مواضع القرآن العظيم يقدم الله سبحانه وتعالى السمع على البصر، ما عدا طبعا موضع سورة السجدة، فما السبب؟ السبب شيخنا أنه كما أثبت العلم الحديث في القرن السابع أن الأذن تبدأ في العمل قبل العين، فالجنين يبدأ في سماع الأصوات في الشهر الخامس، فيسمع أصوات حركة أمعاء وقلب أمه، لذلك دائما ينصحون الأم أنه تسمع للقرآن الكريم. أما حاسة البصر فلا تبدأ في عملها تسمعين إلا بعد أيتها الولادة. الأم، أيتها الأم الحامل، تسمعين، سمعي سمعي ابنك، سمعي ابنك القرآن يا أمي، سمعي ابنك القرآن، ما سمعي الأغاني وهو ببطنك، الله تعالى يرضى عنك يا أمي. زين، يبدأ بسماع الأصوات وهو في الشهر الخامس، تخيلوا، يسمع أصوات حركة أمعاء قلب أمه. أما حاسة البصر إيش بيها يا سارة؟ نعم شيخنا، أما حاسة البصر ما تبدأ بعملها إلا بعد الولادة، صح، ويصبح سمع الطفل حادا بعد أيام قلائل من ولادته، بينما لا يبدأ في تمييز الودود، يعني لا يرى الأشياء بوضوح إلا بعد الشهر السادس. لذلك الله سبحانه وتعالى قدم السمع على البصر في كل موضع من مواضع القرآن الكريم، إلا في موضع واحد قدم الله سبحانه وتعالى البصر على السمع، وهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة: ربنا أبصرنا وسمعنا. لأن الآية هنا تتحدث عن قول الكافرين يوم القيامة، لأن أكثر ما يهمهم في هذا الموقف هو ما رأوه من مشاهد العذاب وليس ما سمعوه، ولذلك قدموا البصر على السمع من هول ما رأوه. لأن أكثر ما يهمهم أحبتي في هذا الموقف في آية السجدة، في سورة السجدة، هو ما رأوه من مشاهد العذاب، ولهذا قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما حجانا رب العالمين كل شيء، يعني ذاك الوقت يلا شفتم إنا موقنون، إحنا موقنون من الآن، المسلم الحقيقي موقن من الآن، ما يحتاج، الله يرضى عنكم، اي ما يحتاج، احنا موقنين. من اخبرنا؟ الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بالله وبما جاء في القرآن العظيم، موقنين تماما، عين اليقين موجود. رجعنا نعمل صالحا انا موقنون. بعد ايش رأوا العذاب؟ شفتم الآن الفرق بالتقديم بالسمع والبصر والتأخير، الله يرضى عنكم. ولما نقرأ القرآن يا أحبة ختمة تدبرية أفضل من 100 ختمة بلا فهم ولا وعي. شوف البثوث القرآنية اليوم، يكلمني أحد الأخوة يقول لي ليش تقرأون هالشكل، القرآن غلط وكذا كذا. يا أخي عندنا ختمة، احنا نختم القرآن في 4 أيام. برافو، ما شاء الله. وعيتم من القرآن شيئا؟ لا، هذا حال أكثر المسلمين، شاء من شاء وأبى من أبى. هذه الأسئلة اللي قاعد أسألها اليوم أني، هذه كلها موجودة في الحلقات التدبرية، الله تعالى يرضى عنكم، اللي بثت على قناة اليوتيوب، وهؤلاء الطلاب والطالبات متابعين لها ويكتبون ويسجلون، بل هؤلاء أكثرهم عندهم الآن طالبات لأنهم مجازات بالقرآن الكريم. لا، ليس فقط أنه يعلمون طالباتهم الحرف ومخرج الحرف وصفة الحرف، لا، ندخلهم دور التحفيظ ودور التدبر وأسئلة وأجوبة واختبارات، بالإضافة إلى أنه إيش؟ أنه يأخذون إجازة برواية حفص وشعبة وقالون وورش وما شابه ذلك بما يخص القرآن الكريم. روحوا الآن شوفوا البثوث القرآنية، نسأل الله العفو والعافية. طيب، ما معنى، شوفوا هنا، ختمت هذه عذاب عظيم، وليش جاءت نكرة؟ نعم، جاءت كلمة عذاب نكرة للتهويل من هذا العذاب، فهو عذاب لا مثيل له حتى يعرف، وقيل أيضا هو الإيجاع الشديد، والعظيم نقيض الحقير، والكبير نقيض الصغير، فكان العظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصغير،
وهذه يستعملان في الأحداث جميعا. بدأ الله سبحانه وتعالى بالطيب ثم الخبيث ثم الأخبث. اشرحي شنو المقصود من هذه الجملة؟ نعم شيخنا، هو الطيب هم المتقون، وهي الله سبحانه وتعالى ذكر صفاتهم في أول صفحة من سورة البقرة. وثم الخبيث هم الكافرون، وأيضا في ثاني صفحة من سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، إلى آخر الآية. وثم الأخبث وهم المنافقون. لا إله إلا الله. المنافق أخطر من المشرك، كذلك عقابه أعظم من الكافر، لماذا؟ نعم شيخنا، سمعتي السؤال؟ شوي الصوت قطع. المنافق أخطر من المشرك وعقابه كذلك أعظم من الكافر، ليش؟ نعم، لأن المنافق هو أخطر من المشرك، لأن المشرك معروف عداوته للإسلام، نستطيع أن نأخذ منه حذرنا، بينما المنافق مثل المرض الخفي يفتك بالجسم دون أن نشعر به. ولذلك شيخنا، كان عقاب المنافق أعظم من عقاب الكافر، كما قال تعالى في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عرفتم المنافق اشنو شيء؟ اشنو من شيء؟ مثل المرض الخفي، يسرب جسمك وانت ما تعرف بهذا المرض الخفي، الى ان تصل للطبيب يقول لك والله هذا كل شيء كان انتشر، روح واقعد انت وخلاص، بعد ما يفيد لا علاج ولا كل شيء. هذا المنافق في المجتمع، طبعا هو ما تعرف انت منافق، هذا مسلم وممكن يصوم ويصلي، خلوه ببالكم، ويقرأ قرآن زين، يفتك بالجسم دون أن نشعر به، ولهذا عقابه أعظم، لأنه أنت خدعت بس راح تجينا بعد، ما استعجل، انتظروا معنا الأسئلة القادمة إن شاء الله تعالى. في نفس الصفحة، الصفحة رقم 3، الله يبارك فيكم. زين، لماذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج إلى القتال كان يخفي وجهته حتى على أصحابه؟ نعم، لأن كان يعلم أن داخل المدينة منافقون، فهؤلاء المنافقون يمكن أن ينقلوا هذه الأخبار إلى أعدائه، وقد يتربصون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر المنافقون في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان فيها عكس النفاق، يعني كانوا من الناس من يظهر الكفر ويبطن الإيمان. ولذلك جميع الآيات التي تتحدث عن النفاق والمنافقين وصفات المنافقين كلها مدنية. صح، كلها مدنية. لما هاجر النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، صلوا على رسول الله، الله تعالى يرضى عنكم، ماكو داعي تكتب التعليقات، صلى الله عليه وسلم، صلي وانت قاعد وجالس وعد تستمع. لما هاجر النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى المدينة، كان في المدينة قبيلتين، ما هما؟ هما قبيلتي الأوس والخزرج، طيب، وكانوا يعبدون الأصنام، تمام، كما هو حال مشركي العرب. وكانت بين هاتين القبيلتين حروب تجارية، يعني بينهم حرب. وكان في المدينة 3 قبائل من اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. كان اليهود في المدينة يعملون على تأجيج العداوة بين الأوس والخزرج بهدف إضعاف الفريقين، طبعا في كل العصور والأوقات. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم من الأوس والخزرج، ولم يسلم من اليهود إلا واحد فقط، هو عبد الله بن سلام. نعم، هو عبد الله بن سلام، صحيح. زين، هل في ذلك الوقت بنتي كان هنالك نفاق في المدينة؟ لا
شيخنا، لم يكن في ذلك الوقت نفاق، لأن الإسلام يعني بعد ضعيف، لا يزال ضعيف، والدولة الإسلامية كانت دولة ناشئة، كانت المخاطر تحيط بها من كل جانب. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله، وجد النفاق في المدينة، فأظهر كثير من الأوس والخزرج الإسلام وهم يبطنون الكفر، كذلك بعض اليهود وبعض الأعراب حول المدينة. أما المهاجرون لم يكن أحد، يعني ما ظهر أحد منهم موافق، لأن لم يكن أحد يهاجر مكره، يعني مكرها، يعني ما كان أحد يهاجر وهو مكره. ولكن كيف كان يهاجر؟ كان يهاجر ويترك أمواله وأولاده وطبعا أرضه، فكان يترك كل هذا ويهاجر. ليش؟ في سبيل من؟ في سبيل الله. طيب، حين ظهر المنافقون في المدينة تحت أي قيادة كانوا؟ كانوا تحت قيادة عبد الله ابن أبي ابن سليم، طبعا كان هو سيدا من سادات الخزرج، وله مكانة في المدينة عند كل أهل المدينة سواء من الأوس أو الخزرج، لدرجة أن الأوس والخزرج قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على وشك أن يجعلوه ملكا، يعني أن يجعلوه ملكا على المدينة. لكن لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اندثرت هذه الفكرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح رئيس الدولة، فحقد عبد الله بن أبي بن سلول على الإسلام، وحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأظهر الإسلام وأبطن الكفر، ولم يتوقف لحظة عن الكيد ضد الدولة الإسلامية، وتعاون مع اليهود في ذلك، يعني في ذلك الوقت تعاون مع اليهود، وقاد جماعة المنافقين في المدينة. هو اللي صار قائدهم، لا إله إلا الله. زين، إيش كانت خطورة عبد الله ابن أبي بن سلول على الإسلام والمسلمين؟ وشنو هي أبرز مواقف المنافقين؟ أنا ذكرتها في الحلقة، واللي حاولوا من خلالها هدم الدولة الإسلامية. نعم، كانت خطورته بأن له مكانته الكبيرة بين قومه، ومن أبرز المواقف المنافقين أبرز مواقف المنافقين اللي حاولوا من خلالها هدم الدولة الإسلامية حين انسحبوا أثناء تحرك الجيش المسلمين إلى أحد. طبعا كان ثلث الجيش، وهذا يدل على كثرة عددهم في المدينة، كما قاموا بإشاعة حديث الإفك حين اتهموا أمنا عائشة بالزنا رضي الله عنها وأرضاها. وفي غزوة بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرة حاولوا إحداث وقيعة وفتنة بين المهاجرين والأنصار، وقالوا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقالوا لا تنفقوا على من عند، يعني لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني امنعوا الأموال عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا ويتركوا. كل هذه من أفعال المنافقين، وكانوا يريدون بذلك هدم الدولة الإسلامية التي قامت في المدينة وقادها الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذا طبعا يرجعنا، تعرفون وين؟ يرجعنا إلى الأصل، الخطيئة الأولى، النرجسية. يا جماعة الخير، ترى النرجسية شيء خطير، النرجسية الذي كان يتمتع بها إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما كان النزاع بين الأوس والخزرج في المدينة أحبتي الأكارم، فكانوا اتفقوا أن يجعلوا عبد الله ابن سلول ملكا، وجاء الحبيب محمد صلى الله تعالى وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، وراحت اندثرت هذه الفكرة عن بكرة أبيها. تخيلوا،
فما كان له انه شاف الناس كلها اسلمت، قادات الاوس اسلمت، قادات الخزرج وكثير منهم اسلموا، وراحت بعد تلك الفتن اللي كانت موجوده بين الاوس والخزرج، وكلهم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فايش يسوي؟ يسوي يبقى بوحده؟ شلون؟ اظهر الاسلام وابطن الكفر، ولكنه ظل يحارب الاسلام ودين الاسلام، هو وثلة من المنافقين، وكما ذكر القرآن لنا، واحنا راح تجينا بعد اللي في هذا الاختبار حتى نفهم. احنا لحد الآن بعد ما وصلنا، يعني ما وصلنا بعد على يخادعون وشلون. خلوكم معانا أحبتي وخلونا نفهم، الله تعالى يرضى عنكم. زين، هل اقتصر وجود المنافقين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا شيخنا، لم يقتصر وجودهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم موجودون الآن في كل مجتمع مسلم، وهذا النموذج متكرر في كل الأجيال، ولذلك اهتم القرآن العظيم بقضية النفاق والمنافقين، فتناول في مواضع كثيرة جدا صفات المنافقين وكيفية التعامل معهم، حتى أن هناك سورة في القرآن كاملة اسمها المنافقون. ولو كان النفاق قضية مؤقتة خاصة بمرحلة معينة لا تزيد مثلا عن 10 سنوات لما أخرج لها القرآن العظيم كل هذه المساحة، فهناك أناس ولدوا ووجدوا أنفسهم مسلمين وهم في باطنهم يكرهون الإسلام، فتجد يعني فنجد مثلا أحدهم ينفر من تعاليم الإسلام ويكره أي مظهر من مظاهر الإسلام ويكره الحجاب مثلا، يقول عن النقاب إنه خيمة وينفر من اللحية، أو مثلا عندما يرى أحدهم يقرأ القرآن في المواصلات لا يعجبه ذلك، وطبعا غير هذا الكثير. نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم لا إله إلا الله. زين، احنا عم نتكلم عن المنافقين المنافقين المنافقين، ما هو أصل هذه الكلمة، كلمة النفاق؟ نعم، أصل كلمة النفاق هو أن حيوان اليربوع ويسمى أيضا بالجربوع، هذا الحيوان صغير وهو يشبه الفأر، لكن أرجله الخلفية هو طويلة يشبه ماذا؟ مثل يشبه الأرض. صوتك هو يشبه إيش؟ نعم، يشبه الفأر. الفأر. نعم نعم ولكن أرجله الخلفية طويلة مثل أرجل الكنغر، وهذا الحيوان يعيش في الصحراء في شمال أفريقيا، وطبعا هذا الحيوان يبني جحرة من غرفتين، يعني غرفة أمامية اسمها القاصعاء وغرفة خلفية اسمها النافقة. الغرفة الخلفية بينها وبين ظهر الأرض قشرة رقيقة حتى لا تظهر أو يعرف مكانها، فإذا هاجمه عدو يدفع هذه القشرة برأسه ويهرب من النافقة اللي هي الغرفة الخلفية. وكانت العرب إذا أرادت أن تصد اليربوع أو الجربوع ويهرب من هذه الحجرة الخلفية فتقول نافقة اليربوع، فسمي المنافق بهذا الاسم نسبة إلى نافقاء اليربوع، لأن هذه الغرفة ظاهرها يخالف باطنها، فظاهرها تراب كالأرض وباطنها جحر، وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر، ولأن المنافق يدخل في الإسلام ظاهرا كما يدخل هذا الحيوان من غرفته الأمامية والتي يطلق عليها القاصعة اللي ذكرناها قبل قليل، ثم يخرج هذا المنافق سرا كما يخرج اليربوع من غرفة سرية اسمها النافقة، ولأن المنافق أيضا يشبه هذا الحيوان الجبن والمراوغة الخداع. سبحان الله، كلمة نفاق لغة جاءت من تصرف حيوان، يعني ارتبط اسمه بالحقارة والوضاعة والدناءة. جربوع يعني غرفة سرية اسمها نافقاء، والمنافق يشبه هذا الحيوان في الجبن والمراوغة والخداع. سبحان الله، كلمة النفاق جاءت من تصرف حيوان ارتبط اسمه بالحقارة والوضاعة.
وإذا أراد أحد أن يحقر أحد فإنه يشبهه بهذا الحيوان، ونسمعها في مجتمعاتنا: روح يا جربوع أجلكم الله، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله تعالى: بنتي، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ما هو أصل كلمة إنسان والناس؟ نعم، إنسان جاءت من النسيان، لأن آدم عليه السلام نسي أمر الله سبحانه وتعالى وأكل من الشجرة. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وقيل شيخنا أن الناس من الأنس، فالإنسان يأنس بغيره، لأن الإنسان مخلوق اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمفرده. الناس من الأنس أحبتي، الإنسان يأنس بغيره، زين، مخلوق اجتماعي هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده. والإنسان كإنسان من النسيان، سبحان الله. زين، الله سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ليش ما جاءت ومن الناس من يشهد؟ نعم، لأن في الشهادة يوافق القول القلب، يعني اللي بالقلب، مثل ما نقول اللي بالقلب يطلع على اللسان، بينما في القول يمكن أن تقول شيئا يخالف اعتقادك، وهذا هو الحال في المنافق، يقول شيئا بلسانه يخالف ما يعتقده في قلبه. ما المقصود بقوله تعالى: آمنا بالله وباليوم الآخر؟ وإلى ماذا تلفتنا هذه الآية؟ يعني أي إنهم قد حازوا الإيمان من قطريه وأحاطوا به من طرفيه، فالإيمان بالله واليوم الآخر هو حاصل المسائل الاعتقادية، وقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر هو قول في غاية الفصاحة وقمة الإيمان. والآية تلفتنا إلى أن لا نغتر بقول المنافقين، وما ننخدع، يعني لازم ننخدع بأقوالهم. لأنه يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، فلا بد أن يكون الإنسان المسلم منتبه ويقظ وفطن، ويبدي يشوف تصرفات هذا الإنسان، ويبدي يقارن ما بين ما يقوله ويفعله. فانتبهوا، بارك الله فيكم، الله تعالى يرضى عنكم. ما بس أنه كل من جاء وأنا آمنت بالله وباليوم الآخر، ما إيانه أيقول الله جل جلاله، يقول يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، يقولون مو يشهدون. قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ما هو أصل كلمة الخدع؟ نعم، أصل كلمة الخدع الإخفاء. تقول العرب: انخدع الضب في جحره، يعني اختفى داخل جحره. ونحن نقول المخدع على المكان الذي ننام فيه، ومثلا نقول مثلا فلان خدعني، يعني أظهر أمرا بخلاف الحقيقة يخفي إرادته الحقيقية. فلان خدعني، أظهر أمرا بخلاف الحقيقة. إن خدع الضب في جحره. أنتوا تلاحظون يا جماعة الخير، النفاق مربوط بالحيوان الجربوع، الخداع مربوط بالضب وحيوان. يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هذه الأخلاق الذميمة مرتبطة بحيوانات. أجلكم الله، الله تعالى يبارك فيكم. على ماذا تدل جملة يخادعون الله يا بنتي؟ نعم، شيخنا تدل على غباء المنافق وجهله لسببين. السبب الأول أنهم كانوا يعتقدون أنهم كما يخدعون بعض المؤمنين يستطيعون أن يخدعوا الله تعالى عز وجل، يعني ينافقون
الله سبحانه وتعالى، فيظهرون له الإيمان ويبطنون الكفر، لأنهم لا يعلمون صفات الله سبحانه وتعالى، فلا يعلمون أن من صفته العلم، وأنه سميع وبصير، وأنه تعالى لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض، وأنه تعالى يعلم ما في أنفسهم، وأنه تعالى أقرب إليهم من حبل الوريد، كما قال تعالى في سورة المجادلة: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. يعني يوم القيامة سيحلفون بالله سبحانه وتعالى أنهم مؤمنون، ويعتقدون بذلك أنهم سينجون. والسبب الثاني، يعني السبب الثاني الآن قلنا السبب الأول، الآن السبب الثاني أن قولهم هذا دليل على أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن الإسلام هو الدين الحق، بدليل أنهم كانوا يعتقدون أن إظهارهم للإيمان سينجيهم من النار ويدخلهم الجنة، مع ذلك هم كانوا يصرون على الكفر. هذا لغباء المنافقين وجهلهم طبعا. يعني أنتوا تتصورون المنافقين أذكياء؟ لا والله، والله العظيم هم أغبى صنف موجود على الأرض، على الكرة الأرضية. زين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. يقول الله تعالى: يخادعون الله. والمخادعة مفاعلة بين شخصين، هل يستطيع أحد أن يخدع الله سبحانه وتعالى؟ يخادعون الله، وهل معنى هذا أنهم قد نجحوا في خداعهم وأن الله تعالى قد انطلى عليه خداعهم؟ لا شيخنا، ليس معنى هذا أن خداعهم لله سبحانه وتعالى أن الله تعالى قد انخدع لهم. هم قد خدعوا الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس معنى هذا أنهم قد نجحوا في خداعهم. وذكرت مثال في الحلقة شيخنا، مثلا حين نقول زيد كذب على سعيد، فهذا معناه زيد قد أتى بفعل الكذب على سعيد، لكن ليس معناه أن سعيد قد اطلع، يعني قد انطلع عليه كذب زيد، يعني ليس معناه أن سعيد صدق كذبة زيد. فكذلك يخادعون الله معناه أن المنافقون قاموا بفعل الخداع لله سبحانه وتعالى، فأظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، وهم يعتقدون لغبائهم وجهلهم أن خداعهم سينطلي على الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى لم ينخدع لهم ولم ينجحوا في هذا الخداع، لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض، ولذلك قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم. فالمؤمنون دائما هم في حفظ الله سبحانه وتعالى، يحفظهم من هذا الخداع. أما المنافق فهو دائما خاسر، لأنه أوهم نفسه بأنها ستنجو، يعني أوهم نفسه بأنه سينجو بهذا النفاق. شنو ليش الأسئلة هيك؟ أنا عاد أقرأ التعليق. شنو ليش الأسئلة هيك؟ لما تكتب التعليق يا سيادة المعلق أو ست المعلقة، وضح التعليق ليش الأسئلة هيك؟ شنو معنات ليش الأسئلة هيك؟ شبيها الأسئلة، الله تعالى يرضى عنكم. أبو خطاب معلش خلونا نفهم، ما أنا فتحت التعليقات كانت لأنه انقطع البث ورجعت حتى أشوف أنه السؤال. يقول: يخادعون الله. لما واحد تجي ويجي ويقرأ القرآن ما عنده أي معرفة ولا خلفية لا لغوية ولا نحوية ولا شيء من التفسير ولا أبدا، يقول لك شلون يخدعون الله سبحانه وتعالى؟ ما يخادعون الله. زين، فهل يستطيع أحد أن يخدع الله سبحانه وتعالى؟ أنا أريد أفهم ليش الأسئلة هيك؟ شو مالها هيك؟
ما انا اريد اللي علقت تكتب لي او علق هيك، اريد افتهم هيك شو معناتها هيك. هذا كله طبعا موجود بالحلقات التدبرية، وانا اعملها على شكل اسئلة حتى دائما اشد الانتباه، اشد الانتباه. وحتى واللي طبعا اللي ما حاضر الأسئلة الحلقات التدبرية ويعرف اللي أنا قلته، الله تعالى يرضى عنكم. أنه دائما أحاول أطرح أسئلة وأقول ورب سائل يسأل، وهذا رب سائل يسأل احنا عايشين تعرفون في واقع المنصات التواصل الاجتماعي وما يحدث فيها من أسئلة قد ما تخطر في قلبك ولا على عقلك أنت أخي المسلم، لكنه الملحدين يبثونها كسموم في هذه المنصات، عرفتم؟ وكما مر معنا الكفر والختم، شلون إذا رب العالمين ختم على قلبه لكن خلاص هو رب العالمين كاتب عليه بأنه هذا من أهل الكفر وكذا، ويعني ودخلونا في القدرية والجبرية ونسأل الله العفو والعافية، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. زين، أنا أتكلم بتفاصيل دقيقة جدا جدا، بارك الله فيكم، وإحنا عم نتكلم بالتدبر، الله يرضى عنكم. وين كنا بنتي؟ الله يبارك فيكي، خلصنا هذا نعم. وقلنا وين؟ والمؤمنون دائما شوفوا شوف شوفوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ماذا تقول الماكرين؟ لما انت تقول لك ايه مكار، لما واحد يتكلم هالشكل مكار، شلون مكار؟ ها؟ شلون هذه لكن؟ ما راح انا اجاوبكم هسه عليها، لما نجي بالتدبر مالتها راح احكي لكم عنها ان شاء الله تعالى، خليكم هالشكل ما اجاوبكم عليها. زين، عندي سؤال الان بنتي، ايضا في قوله تعالى يخادعون الله والذين امنوا، لم يكرر الله تعالى الفعل ويقول يخادعون الله ويخادعون الذين امنوا، لا، قال يخادعون الله والذين امنوا، اصبروا معايا شويه يا احبتي، قال يخادعون الله والذين آمنوا، لم يكرر مثل ما جاء عندنا تكرير مثلا على، لا، هنا قال يعني يخادعون الله والذين آمنوا، ماذا يدل هذا؟ ولم يقل يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا، ايش بها دلالة عظيمة، بس اريد افهمها هاي الدلالة. يلا يا سارة، بس اريد بهدوء، الله يرضى عنك، حتى المتابعين يسمعون. زين، نعم شيخنا. يدل هذا على أن خداع المؤمنين خداع لله سبحانه وتعالى. الله أكبر، طبعا اسمع اسمع، يا احنا هنا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن، اسمع، أنه اللي يخدع المؤمنين هو خداع لله عز وجل، فيا ويلك من عذاب الله سبحانه وتعالى، يا ويلك اللي تخدع أنت المؤمنين من عذاب الله سبحانه وتعالى، وين تروح؟ نعم، بعد وماذا ايش حكيت عن هذا الموضوع بالتحديد بعد؟ نعم شيخنا، أيضا الله سبحانه وتعالى جعل عدوهم عدوه، يعني عدو المؤمنين الله، هو عدو اسمع، هو. شوف 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 قديش انت لك مكانة عند رب العالمين يا مسلم يا مؤمن. زين، ان الله يدافع عن الذين آمنوا، ما وألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف يا مسلم يا مؤمن قديش عندك مكانة عند رب العالمين. يلا يلا بنتي كملي بعد. وهذا طبعا شيخنا يسكب في قلب المؤمنين طمأنينة لا حد لها، وهو في نفس الوقت تهديد رهيب اللي يحاولون خداع المؤمنين وإيصال الأذى لهم، يعني إن معركتهم ليست مع المؤمنين فقط، ولكن هي معركة مع الله سبحانه وتعالى القوي الجبار القهار. الله أكبر، سمعتم؟ أسمعتم؟ معركتهم ليست مع المؤمنين، معركتهم
مع الله القوي الجبار، لأن الله هو ولي الذين آمنوا. اسمع يا منافق، يا من تخدع وتمكر بالمؤمنين، يا منافق يا جربوع يا جربوع يا منافق، هتسمع تخدع المؤمنين، يا ويلك من عذاب الله عز وجل. زين، هنالك علاقة عجيبة بنتي بين النفاق والخداع، ما هي هذه العلاقة؟ اسمعوا، لما نقرأ لازم نفهم. هنالك علاقة عجيبة بين النفاق والخداع، فما هي هذه العلاقة؟ احنا قلنا قبل شوي شيخنا لما سألتني عن معنى النفاق، وقلنا ان هي جاية من كلمة من حيوان اليربوع، وقلنا ان هذا الحيوان يبني جحرة من غرفتين امامية وخلفية، نعم يعني قاصعة نعم نافقة، وقلنا انه بين ظهر الارض وقشرة رقيقة لا تظهر او يعرف مكانها، صح وقلنا انه سمي بهذا المنافق بهذا الاسم نسبة الى نافقاء اليربوع. صح أما كلمة الخداع فهي أيضا ارتبطت بتصرف حيوان، وهو حيوان الضب. طبعا هذا الحيوان هو يشبه السحلية ولكنه ضخم، صح حتى أنه يشبه التمساح أو الديناصور الصغير. نعم وهناك علاقة تعايش بين الضب وبين العقرب السوداء. العقرب يوفر الحماية للضب من أعدائه، والضب يوفر المأوى وبعض الفرائس للعقرب، فهذه تعتبر هي علاقة تعايشية ما بين الضب والعقرب السوداء. طيب كانت العرب لما تصيد هذا الحيوان بغرض الأكل والتداوي، فإذا طارد الصياد الضب هرب إلى داخل الجحرة، فتقول العرب انخدع الضب في جحره. فارتبطت كلمة الخداع بتصرف حيوان وهو حيوان الضب، كما ارتبطت كلمة النفاق بتصرف حيوان وهو حيوان اليربوع أو الجربوع. يعني المنافق جربوع والمخادع ضب، وكلاهما من الحيوانات، فالمنافق والمخادع علاقة بيناتهم قوية، وصلتهم بالحيوانات متينة. أيها المنافق الجربوع، لعله تصل لك هذه الرسالة وتتقي الله سبحانه وتعالى وتعود إلى رشدك. هذه دعوة لكل منافق، هو يعرف نفسه، الناس ما تعرفك بس الله سبحانه وتعالى يعرفك. زين، أحيانا يقول القرآن الكريم ما يشعرون، أحيانا يقول ما يعلمون، وأحيانا يقول ما يعقلون، فما الفرق بين هذه الكلمات الشعور، العلم، العقل، وما هي أعلى مراتب الإدراك؟ شيخنا أولا هي الشعور والعلم والعقل، هذه كلها تعتبر وسائل إدراك. الشعور هو أن ندرك بأحد الحواس، مثلا لما نقول شعرت بالألم، شعرت بالجوع وهكذا. العلم أن ندرك قضية لم ندركها نحن بأنفسنا، ولكن يعني تعلمناها من غيرنا. فالتلميذ لما يذهب إلى المدرسة ويتعلم عشرات ومئات النظريات، فهل هذا يعني اكتشف تلك النظريات بنفسه؟ طبعا أكيد لا، وإنما تعلمها. ويعقلون هو أن نستنبط الأمر بعقلنا ولم نتعلمه من أحد. فأعلى مراتب الإدراك هو العقل، فإذا لم يعقل يمكن أن يعلم، وإذا لم يعلم يمكن أن يحس. وذكرت مثال شيخنا في الحلقة، مثلا رجل استطاع أن يخترع برنامج كمبيوتر، يعني سوفت وير، برنامج الوورد مثلا، فهذا هو يعتبر أعلى مرتبة، وهو هذا اخترع. ثم يمكن أن يتعلم هذا البرنامج أحدهم، فهذه تعتبر مرتبة ثانية. وأدنى مرتبة هو الذي لم يتعلم البرنامج ولم يشعر به، فحين ينفي الله سبحانه وتعالى عنه الشعور فهو ينفي أول مراتب الإدراك، وهو الإدراك الحسي.
فإذا نفى عنهم الشعور فقد نفى عنهم كل مراتب الإدراك، يعني فهم لا يعلمون ولا يعقلون. طيب، قلت في الحلقة أنه كل كلمة تأتي في موضعها، يشعرون، يعقلون، يعلمون، فلماذا قال القرآن ما يشعرون في هذا الموضع؟ نعم. ولم يقل مثلا يعلمون أو يعقلون. نعم، هنا قال ما يشعرون لسببين. السبب الأول أن فقد الشعور، ومثل ما قلنا هو يعتبر أدنى مراتب عدم الإدراك، والمنافق هو أدنى مراتب الكفر، كما قال تعالى في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنهم في الآية السابقة اللي هي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني وسائل الإدراك عندهم معطلة، فناسب ذلك أن تختم هذه الآية بوما يشعرون، لأن عدم الشعور هو فقد الإحساس عن طريق وسائل الإدراك. وأيضا شيخنا نفى عنهم الشعور، فبنفي أول مبادئ الإدراك ينتفي كل الإدراك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. طيب، قال تعالى في قلوبهم مرض، ما هي حزمة الأمراض المختبئة تحت مرض النفاق؟ هنالك حزمة من الأمراض مختبئة تحت مرض النفاق، وما هو أول عقاب للمنافق؟ المرض اللي في قلوب المنافقين هو مرض مجازي، وهو مرض النفاق. تحت هذا المرض اللي هو النفاق هنالك حزمة كبيرة من الأمراض، طبعا هي تكون متعلقة بالنفاق لأن هي تأتي من النفاق، اللي هي مرض الرياء والغل والحقد والحسد، طبعا العجب والغرور، فهذا هو النفاق، هو مرض رئيسي وتفرع منه هذه الأمراض الفرعية اللي هي الحسد والرياء وغيرها من الأمراض. وأيضا شيخنا يقول، ذكرت في الحلقة أنه الله سبحانه وتعالى يقول فزادهم الله مرضا، يعني أول عقاب للمنافق هو أن يزداد نفاقا، كما أن أول عقاب للعبد المصر على المعصية هو أن يزداد هذا العبد معصية. ذكرت أيضا في سورة التوبة آية، نعم، اللي هي فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني الجزاء من جنس العمل، السيئة لا يتولد عليها إلا سيئة مثلها، ولذلك نجد أحد الظالمين وهو يزداد سلطة ويزداد ظلما، فيقول للناس لماذا يترك الله تعالى هكذا، فنقول لهم أن هذا هو أول عقاب لهذا الظالم في الدنيا، هو أن يزداد ظلما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شنو معنى المرض؟ هو المرض هو خروج العضو عن حد الاعتدال. هذا يعني المعنى، هذا المعنى اللي مثل ما يقول، خلينا نقول طبيا. نعم كملي. يعني نعم شيخ، يعني احنا ما راح نشعر بألم هذا العضو الا اذا خرج عن حد الاعتدال، مثلا احنا ما نشعر بألم الاسنان الا اذا خرجت عن حد الاعتدال، كذلك ما نشعر بألم الركبة الا اذا خرجت عن حد الاعتدال، فاذا خرج العضو عن حد الاعتدال نشعر بالألم ومن ثم نبحث عن العلاج، ولذلك فان الألم نعمة، لانه لولا الألم لما علمت أن هذا العضو به خلل،
وخرج عن حد الاعتدال. وطبعا لو ما عرفنا أنه يوجد فيه يعني مرض لتركناه مريض ويمكن أن يقضي علينا في النهاية. وطبعا هو كله بأمر الله سبحانه وتعالى. شنو هي أخطر أنواع الأمراض؟ أخطر أنواع الأمراض هي اللي ما نشعر بها، يعني ممكن يتأخر اكتشافها في المرأة، فيقول الطبيب أن هذا مثلا المرض في المرحلة الثانية أو الثالثة مثلا أو المرحلة الأخيرة، يعني يتأخر اكتشافها. فما ينطبق على الأمراض الحسية ينطبق على الأمراض المجازية اللي هي مرض النفاق، لأن المنافق لا يشعر ولا يعترف أنه مريض، بل يعتقد العكس تماما، يعتقد أنه مصلح. ولذلك في الآية التالية يقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه أخطر أنواع الأمراض أحبتي في الله، أنه اللي ما تشعر بها أو التي تكتشف متأخر، هذا هو أخطر شيء. كذلك المنافق لا يشعر، لا يشعر، خلي بالك هاي الكلمة، ولا يعترف أنه مريض، بل على العكس يعتقد أنه مصلح. ولذلك ماذا قال في الآية التي بعدها؟ إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. طيب ماذا يحدث للمريض إذا كان غير معترف بمرضه؟ آية دلت على هذا المعنى أو على ما قلناه. أي الآية هي: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يعني هم يظنون نفسهم أنهم مصلحون. نفى الله سبحانه وتعالى عنهم الشعور بالمرض، والمريض إذا كان غير معترفا بمرضه لن يأخذ الدواء وسيزداد المرض وليس هناك أمل في شفائه. كذلك المرض هو يعتبر ضعف، ففي قلوبهم مرض، أي ضعف وخوف شديد وجبن، وكل هذا هو من صفات المنافقين. أي والله مرعوبين. نعم، قال تعالى في ختام الآية: ولهم عذاب أليم. كيف يكون العذاب أليم؟ طبعا هنا شيخنا جاءت أليم مع المرض، لأن المرض يكون معه ألم. حلو. هنا العقاب يوم القيامة، أن لهم عذاب أليم، أي موجع وأليم، قد يكون أليما لشدته وقد يكون أليما لكثرته. فيمكن أن تكون مثلا ضربة واحدة قوية مؤلمة، كما يمكن أن تكون ضربات مثلا خفيفة متوالية مؤلمة. وقد اجتمع لهؤلاء المنافقون يوم القيامة الأمرين، يعني اجتمعت لديهم شدة الألم وكثرة الألم. نعم، شدة والكثرة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. الشدة شيخنا لأنهم في الدرك الأسفل من النار. نعم. والكثرة لأنهم خالدين في النار، وهم شفتم الآن عقابهم أعظم، مثل ما مر معنا قبل قليل في السؤال، من الكافر في الدرك الأسفل من النار. سبحان الله. قال تعالى انتبهي بنتي بما كانوا يكذبون. وطبعا عندي يكذبون، هل المعنى واحد أم هنالك فرق؟ لا، هناك فرق شيخ بين يكذبون، أي يعني يكذبون بقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، كما سبق معنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هم يكذبون بقولهم هذا. نعم صح، وما هم بمؤمنين. نعم. وجاءت قراءة ويكذبون. نعم، أي يعني ويكذبون الله ورسوله، واجتمع الوصفان للمنافقين سواء الكذب أو التكذيب. سبحان الله، يعني القراءتان جاءت بالإحاطة التامة لصفات المنافقين، أنهم يكذبون بقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، ويكذبون أنهم يكذبون الله ورسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين، من قال لهم لا تفسدوا؟
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من قال لهم لا تفسدوا؟ وما معنى الإفساد؟ نعم، قال لهم بعض المؤمنون الذين لهم اطلاع على أحوالهم، يعني لا تفسدوا في الأرض. والإفساد هو إخراج الشيء عن صلاحه، يعني فلا تفسدوا في الأرض، يعني لا تفسدوا في المجتمع بالنميمة وإثارة الشائعات، تسعير الفتن، ومثلا إحداث العقبات في طريق المصلحين. فهم قالوا إنما نحن مصلحون. وهذه هي مصيبة المنافقين، أنهم لا يعترفون ولا حتى يشعرون، يعني ما يشعرون أنهم مفسدون، بل على العكس هم يعتقدون أنهم مصلحون. كما قال تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طبعا هذا يدل على غرور هذا الصنف من الناس وتكبرهم، يعني هذا الصنف هم يدل على غرورهم وتكبرهم. وأيضا شيخنا يقول سليمان الفارسي عن هذه الآية: سلمان، سلمان وإذا مو سليمان، سلمان. نعم العفو سلمان الفارسي عن هذه الآية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يقول لم يجيء أهل هذه الآية بعد. طبعا جاء أهل هذه الآية، فنجد كثير من الإعلاميين يتحدثون بالساعات في وسائل الإعلام، وهي ساعات من الإفساد، وهم يقولون ماذا؟ إنما نحن مصلحون، وما تكوين منكم ببعيد، التي ظهرت في الأيام الأخيرة، نسأل الله العفو والعافية. لكنه هذه ترى يعني علامة زينة، ها علامة زينة والله، لأنه سيطرحون أمورا وشبهات، وسيكون هنالك من الناس من تبحث، لأنه احنا أمة الدليل، احنا ما نسمع بس من هنا ونمشي، لا، الأمة الإسلامية العظيمة هي أمة الدليل، أمة الدليل. يعني لما تسمع شيء من واحد ما هذا وخلص، لا، دليلك شنو؟ والله يجب أن يكون هنالك آية من كتاب الله أو حديث صحيح من النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ما كل ما نسمع نصدقه. فهذه علامة صحية أنا أشوفها، لأن سينشأ جيل راح يبحث، راح يدور، راح يكون مقابل هذا التكوين الذي هم سووه تحصين للأمة الإسلامية، ويزدادون علما وتنورا بدين الله سبحانه وتعالى. زين، هنالك جملة في هذه الآية مؤكدة بثلاث مؤكدات، ما هي هذه الجملة؟ واشرحي لي معناها. الجملة هي: ألا إنهم هم المفسدون. شلون؟ ألا وإن وهم، هذه ثلاث مؤكدات. ألا أداة تفيد التنبيه، يعني تفيد التنبيه والتأكيد. وإنهم توكيد أيضا، وهم يعني ضمير يفيد التوكيد أيضا. إذا الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: ألا وإن، يعني وإن وهم. هذه أبلغ صيغ التوكيد يا جماعة الخير، تخيلوا، ألا إنهم هم المفسدون. طيب كملي. نعم، مثلا شيخنا عندما نتكلم إلى شخص فقد يكون هذا الشخص الذي نتحدث إليه غير منتبه إلينا، وإذا شعرنا بأهمية الكلام الذي سنتحدث به ولا نريد أن يفوت هذا الشخص كلمة واحدة من كلامنا، نستخدم في بداية الكلام أداة للتنبيه. مثلا نقول في بداية الكلام مثلا: اسمعني، أو مثلا اسمع ما أقول، أو مثلا نقول استمع إلي جيدا. وهنا يستخدم الله سبحانه وتعالى ألا، وهي أداة تنبيه وتوكيد في نفس الوقت. ثم يقول: ولكن لا يشعرون.
لأن هؤلاء المفسدون كما قلنا لا يشعرون أنهم مفسدون. وأيضا شيخنا قبل بالأسئلة السابقة قلنا إن أيضا أن فقد الشعور هو أدنى مراتب عدم الإدراك، نفس الشيء في قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. طبعا أيضا هنا الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، فالله تعالى يؤكد يعني يؤكد أن هؤلاء المنافقين هم السفهاء، لأن بعض المؤمنين يغتروا بهم ويعتقدون أن فيهم الحكمة. صح، الناس تغتر بهم وبكلامهم المعسول ويعتقدون أنهم حكماء وأن الذي يقولونه مليء بالحكمة وهو ترهات وسفاسف، نسأل الله العفو والعافية. هذه في هذه الآية: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال تعالى الناس ولم يقل المؤمنون مثلا، مع أن هؤلاء المؤمنين هم بعض الناس وليس كل الناس. ماذا أفهم من هذه الآية؟ نعم، كأن الله سبحانه وتعالى يقصد بالناس هم الكاملون في إنسانيتهم، كما نقول مثلا فلان هذا إنسان، أو كأن المؤمنين هم الناس حقا وما سواهم أقل مرتبة من مرتبة الناس. ومعنى آمنوا كما آمن الناس يعني آمنوا إيمانا حقيقيا كما آمن الصحابة، وليس هذا الإيمان المذبذب الذي أنتم فيه. وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، طبعا هذا القول من المنافقين لا يواجهون به المؤمنين، هم يقولونه في أنفسهم وبينهم طبعا مع بعضهم البعض. وهذه تجينا وإذا خلا بعضهم إلى بعض. نعم، شنو أصل السفه؟ أصل السفه يعني الرقة والخفة، مثلا العرب كانت تقول ثوب سفيه يعني ثوب رقيق. فالشخص السفيه هو الشخص الخفيف الأبله والأحمق الجاهل، أو ما نقول عنه ضعيف الرأي. صح، ويقصدون بالسفهاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعت. وهذا يدل على تكبر هؤلاء المنافقين، فهم يرفضون الدخول في الإسلام حتى لا يكونون سواء مع عامة الناس وفقرائهم. والآية تدل أيضا على أهل الباطل في كل وقت وكل زمان، اللي هم يفترون على أهل الحق ويصفونهم بصفات تنفر الناس منهم. فهم يصفون المؤمنين بأنهم سفهاء، ووصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون وكاهر، العفو، وكاهن وشاعر. وفيرد الله سبحانه وتعالى عليهم في قوله ويقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، يعني أنتم السفهاء وليس غيره. وهذا مثل قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون، يعني هذه الجملة أيضا مؤكدة بثلاث مؤكدات اللي هي ألا وإن وهم، يعني هنا توجد ثلاث مؤكدات. زين، هنا قال ولكن لا يعلمون، قال تعالى لا يعلمون، ما قال لا يشعرون، لماذا؟ وبعض الحفاظ يتلخبطون فيها. نعم، لأن هنا مسألة الإيمان مسألة فيها نظر، تحتاج إلى أدلة، تحتاج إلى استنباط، فلا بد من العلم، فجاءت ولكن لا يعلمون. نعم، أحسنتي، الإيمان مسألة فيها نظر، تحتاج إلى أدلة واستنباط، وهذه تأتي عن طريق العلم، حتى ما أخلي أنا لا يعلمون مكان لا يشعرون، لا يشعرون مكان لا يعلمون، الله تعالى يرضى عنكم. زين، شنو معنى وإذا خلوا إلى شياطينهم؟ نعم، طبعا كلمة خلوا يعني يفعلون ذلك في الخفاء، وهذا يدل على أن ما يفعلونه قبيح. ومعنى وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني صرفوا إلى شياطينهم وهم رؤساء الكفر، يعني أصحابهم اليهود. يعني اليهود وجدوا في هؤلاء المنافقين أداة جيدة حتى يمزقون بها الصف الإسلامي. صح،
وهذا يدل على أن هناك شياطين من الإنس، كما قال تعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. طبعا شيخنا عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، من شياطين الإنس والجن؟ يعني فقال له: وهل يوجد للإنس شياطين؟ فقال: نعم. زين، أنا عندي الآية الله يستهزئ بهم. رب سائل يسأل يقول: هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يستهزئ؟ وهل الاستهزاء من صفات الله تعالى؟ لا، إنما هنا العرب كانت تسمي الجزاء بمثل يعني مثل لفظه. مثلا العقوبة تسمي باسم الذنب وإن كان مخالفا له في معناه، ليكون أخف على اللسان وعلى الأذن. مثل عندنا قول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا طبعا لا، هنا، نعم، ايه طبعا نعم شيخ، طبعا. هنا كملي كملي. نعم شيخنا، طبعا هنا رده على الجهل أو على الجهل جهلا، وهو بالطبع لا يقصد أنه سيجهل، لأن الجهل لا يمكن أن يفتخر به. ابدا لا يمكن مكان للفخر هذا الجهل. نعم نعم، وبه يعني لا يفتخر به. ومثل ما جاء بالقرآن الكريم، قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة بمثلها. لا 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 لا، يعني ما هكذا، ما هكذا الآية. لا بنتي، لا لا عفوا، نعم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم لا، وليس هكذا. وجزاء لا عفوا، سيئة سيئة مثلها. نعم، أنت الحفظ مالتك من الجزء الأول إلى الـ15؟ الأجزاء الأخيرة، يعني كم جزء من الأخير وبالبداية. طيب كملي. نعم، طبعا والجزاء شيخنا لا يكون سيئة، وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صح. طبعا القصاص لا يكون اعتداء. لا أبدا. قوله تعالى: ومكروا ومكر الله، يعني الله سبحانه وتعالى لا يكون منه مكر. نعم ماشي. وقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، والله الله سبحانه سبحانه وتعالى. وتعالى لا يكون منه خداع. نعم يقول تعالى في سورة التوبة: نسوا الله فنسيهم والله تعالى لا ينساه. إذا الله سبحانه وتعالى لما يقول الله يستهزئ بهم، يعني أن الله تعالى سيعاقبهم على استهزائهم بالمؤمنين. وماذا قال أيضا عن عقاب من يستهزئ بالمؤمنين؟ قيل أن عقابهم على استهزائهم بالمؤمنين أن الله تعالى سيعاقبهم بأن يستهزأ بهم في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. ومثلا شيخنا ذكرت بالحلقة مثلا أن يفتح لهم وهم في جهنم باب إلى الجنة، والمؤمنون على الأرائك ينظرون إليهم فيقبلون على هذا الباب، حتى إذا وصلوا إليه أغلق فيضحك المؤمنون منهم. وذلك في قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. يعني هم ينظرون إلى أهل النار. وأيضا يقول تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قيل كذلك أن النار تجمد حتى يمشون عليها ويظنون أنها منجاة لهم ثم تخسف بهم. طبعا وهكذا هي العقاب. زين،
هاي جبناها كلها بالاستهزاء، شنو معنى الاستهزاء في كلام العرب؟ أيضا هذا حكيته أنا في الفيديو. نعم شيخنا، قلت إن معنى الاستهزاء في كلام العرب يعني إظهار المستهزئ للمستهزئ، يعني من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا وبعدين يفاجئه بخلاف ذلك. فاستهزاء الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المنافقين هو أن الله تعالى يستدرجهم بالنعم الدنيوية فيظنون أنه تعالى راضي عنهم وهم من أهل النار يوم القيامة. شوف الماوردي رحمه الله يقول في قوله تعالى الله يستهزئ بهم فيه 5 أوجه، ما هي هذه الأوجه الخمسة؟ نعم، أحدها معناه أنه يحاربهم على استهزائه، فسمى الجزاء باسم المجازى عليه، كما قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني وليس الجزاء اعتداء. الثاني أن معناه أنه يجازيهم جزاء المستهزئين، وأما الثالث أنه لما كان ما أظهره من أحكام إسلامهم في الدنيا خلاف ما أوجبه عليهم من عقاب الآخرة، وهذا طبعا صار كالاستهزاء به. والرابع إنه لما حسن أن يقال للمنافق ذق إنك أنت العزيز الكريم في سورة الدخان، صار القول هنا كالاستهزاء به. وأيضا الخامس ما حكي أنهم يفتح لهم باب الجحيم فيرون أنهم يخرجون منها فيزدحمون للخروج، فإذا انتهوا إلى الباب ضربهم الملائكة بمقام النيران حتى يرجعوا، وهذا النوع من العذاب يعتبر كالاستهزاء. سبحان الله، هذه أخيرة حيل صعبة، يعني بس لو واحد يفكر بيها ويمعن النظر بيها ويتخيل الموقف، أنه يفتح لهم باب الجحيم فيرون أنهم يخرجون من الجحيم، وماذا يحصل؟ يزدحمون عند هذا الباب للخروج، فإذا صاروا عند الباب ضربتهم الملائكة بمقامع النيران حتى يرجعوا، وهذا عذاب بمثابة الاستهزاء. صلى الله العافية والعافية. عرفتم الآن؟ الله يبارك فيكم. لما احنا نقرأ القرآن الله يستهزئ بهم، شوفي قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ما معنى هذه الكلمات يمدهم طغيانهم يعمهون؟ نعم، المد هنا يعني هو أن تزيد في الشيء، فمعنى ويمدهم يعني يطيل لهم المدة، كما في سورة النساء: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. طبعا يمهلهم، الطغيان يمدهم اللي يطيل المدة ويمهلهم. نعم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. طيب شيخنا، والطغيان أصل الطغيان هو مجاوزة للحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء، يعني بمعنى هذا الماء ارتفع وتجاوز الحد. فقوله تعالى في طغيانهم يعني في كفرهم وضلالهم. وأيضا معنى يعمهون يعني يترددون ويتحيرون. يطيل لهم المدة، يمدهم، ومجاوزة الحد الطغيان، يعمهون، يترددون، يتحيرون. زي ما الفرق بين العمى والعمه بالهاء؟ نعم، العمى يكون في البصر، والعمى يكون في البصيرة، والعمى ينشأ عنه التخبط والتحير. وأيضا كما قلنا الآن يعمهون يعني يترددون ويتحيرون ويتخبطون. والمعنى في الآية أن الله تعالى يمد لهم في أعمارهم وأرزاقهم حتى يزدادوا كفرا وضلالا فيزيدهم في العذاب. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.
يمد الله سبحانه وتعالى في أعمارهم أرزاقهم، يزدادوا بذلك كفرا وضلالا، نسأل الله العفو والعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب سؤال أخير بنتي، الله تعالى يرضى عنك، شنو معنى الشراء؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، إيش حكيت بالحلقة؟ ماذا قلت عنها؟ نعم، قلت في الحلقة شيخنا إن الذي يشتري شيئا يترك أمامه شيء آخر، فالمشتري يشتري سلعة ويترك مقابل هذه السلعة نقود، فالذي يشتري الضلالة بالهدى يأخذ الضلالة وترك مكانها الهدى، وهذا يدل على حمق المنافق وغبائه وسفاهته. وطبعا دليل على أن الهدى كان معه وكان بين يديه، وهذه هي الهداية الفطرية وهداية العقل، وأنزل عليه كتاب معجز وأرسل إليه رسول، يقول تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله تبارك الرحمن. الله تعالى يبارك فيك بنتي وأحسنتي، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني حضرتي نفسك للاختبار تحضير ممتاز، وما خليتي يعني تقريبا كلمة واحدة تفوتك من خلال الحلقات اللي تنبثها بالفيديوهات على قناة اليوتيوب. لمن يسأل، ممكن أنه بعض يسألون منكم أحبتي أنه من أين أتت بهذه الأجوبة؟ الأجوبة هي موجودة كحلقات بثت على منصة اليوتيوب مجالس تدبر القرآن الكريم، كل صفحة كان فيها حلقتين أو ثلاثة بحسب المواضيع فيها. وأنا أعلنت من رمضان، قلت لكم بأنه سيكون هنالك اختبارات تدبرية، كل أسبوع راح يكون عندنا اختبار في صفحة حتى نفهم القرآن على مراد الله سبحانه وتعالى، وإذا فهمنا وتدبرنا تأثرنا، وهذا هو الغاية والمقصد من إنزال الله سبحانه وتعالى للقرآن العظيم. لديك نصيحة أو كلمة أخيرة بنتي قبل ما نختم؟ نعم شيخنا، هو قد يتساءل البعض كيف أبدأ حياتي مع القرآن، فنقول اعلموا أن كتاب الله عزيز، من أقبل عليه أعطاه وأعطاه، ومن تركه وقصر به ندم وتحسر، بل إن من ذاق شيئا من لذته وبركاته ندم على تضيع وقته في غيره طمعا فيما فيه من النعيم والنور. حياتك بلا قرآن لا قيمة لها، إذ الحياة الحقيقية حياة القلب، والقرآن أعظم حياة للقلب، فمن ترك القرآن مات قلبه ولو تحرك سائر جسده، ومن كان مع القرآن استنار قلبه ولو تعطلت جوارحه. يعني مثلا لو كان الإنسان مشلولا لا يتحرك وقلبه عامر بالقرآن فهو يعتبر إنسان حي. الحياة مع القرآن سهلة جدا، أولا لابد في البداية أن يكون هذا القرآن له اهتمام كبير في يومك، تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا، وتحفظ منه ما تستطيع. والآن ولله الحمد تيسرت التطبيقات والتعلم عن بعد، فلا حاجة للعناء والذهاب، بل تستطيع تتعلم وتحفظ وأنت في بيتك. مثلا الآن يعني حلقات تدبر النطق الصحيح، يعني ما شاء الله نتعلم وإحنا في بيتنا. وبعد حبك للقرآن قد نقول أنك الآن بدأت حياتك مع القرآن، وكلما تقدم بك العمر وأخذت التجارب وأحاطت بك الفتن أدركت عظم ما تحمله في صدرك وعظم تفريطك وغفلتك عن القرآن، ومتى ما أقبلت على القرآن بدأت حياتك معه، ومتى ما هجرته انقطع النور عنك. جزاكم الله عنا كل خير شيخنا، وجعل ما تعلمناه منكم في ميزان حسناتكم يا رب. الله تعالى يرضى عنك بنتي، وجزاك الله خير، والله يبارك فيك، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحسنتي وأجدتي وأبدعتي، أسأل الله أن ينفعك بما تعلمتي وأن أزيدك علما، وبارك الله فيك وفي من علمك وفي من رباك، وأسأل الله أن يرفع قدرك في الدارين
وأعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر حاسد إذا حسد. جزاك الله خير بنتي، والله تعالى يبارك فيك، الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. وأنتم أحبتي بارك الله فيكم لحسن المتابعة وحسن الاستماع، جزاكم الله عني كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.